بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. الشمس والقمر آية من آيات الله وكل في الفلك يسبحون. نبدأ بالمشهد الفلكي للكواكب يوم الخميس 3/2/2022. الشمس ببرج الدلو، أورانوس في الثور في تقدم، عطارد في الجدي بيكون في تراجع ليوم 4 فبراير ليبدأ في التقدم، الزهرة في الجدي بطعم بلوتو في الجدي، المريخ في بيت شرفت في الجدي، المشترى ونبتون بالحوت في تقدم، القمر في الحوت لنشعر بقمر الحوت الروحانية وعالم الخيال والغموض والأحاسيس المرهفة. وإليكم التوقعات اليومية. نبدأ ببرج الحمل. برج الحمل القمر في بيتك الثاني عشر، بيت المتاعب والهموم والمعاكسات. انتبه ليومك، تحتاج للهدوء وعدم التسرع والتحلي بالصبر لمواجهة اليوم. برج الثور، وأخيرا بعد أيام صعبة تاخد نفسك يا ثور بانتقال القمر للحوت. البرج الصديق لك، بيتك الحادي عشر، يومك يمتاز بالحظ والدعم الخالي من المشاكل لينتابك الحظ الحليف. أما بقى برج الجوزاء، يوم مليء بالمتاعب لأن القمر بيتك العاشر أعلى نقطة عندك في الدائرة الفلكية، بيت السمعة والمسؤوليات لتشعر بالضياع وعدم الثقة بالنفس. حافظ على أسرارك على قد ما تقدر يا جوزاء. برج السرطان، يوم مليء بالحظوظ، بيتك التاسع تمتاز بقوة الشخصية والمظهر الخارجي والثقة بالنفس. أنت الأقوى يا سرطان، يوم الحظوظ الداعمة لك. أما برج الأسد، يومك متوسط يا أسد ولو إنه أحسن من اليومين اللي فاتوا. كان القمر في بيتك السابع، هترتاح قليلا، عليك بالدعم والثقة لينتابك شعور بالقلق والتوتر وكل اتجاهاتك نحو الماديات. أما برج العذراء، اهدى يا عذراء، القمر بالحوت بيتك السابع في وشك بالدائرة الفلكية، أوضاعك مضطربة بعد الشيء، كن أكثر مرونة يا عذراء. أما بقى برج الميزان، القمر في بيتك السادس، يوم يحمل لك بعض المتاعب، أفكارك سلبية بعض الشيء، انتبه لصحتك ولا داعي للتشاؤم. برج العقرب، يومك مليء بالحظوظ والعلاقات والانفتاحات ولديك حدث إيجابي داعم على جميع الأصعدة. أما برج القوس، يوم لا بأس به ولو أن التوازن والمشاكل. أمر الحوت ضاغط عليك في بيتك الرابع، تحلى بالصبر لينتقل القمر لبرج الحمل الصديق لك بعد يومين. أما برج الجدي، أنت الأكثر حظوظا يا جدي، يومك داعم على جميع المجالات ليدعمك الفلك بشكل كبير ورائع. القمر في بيتك الثالث، الحياة الاجتماعية والثقة بالنفس. برج الدلو، القمر ببيت المال، عندك كل ما يتعلق بالمال من دعم ومصاريف، كن أكثر هدوءا يا دلو، لينتقل القمر ببرج الحمل بعد يومين لتهدأ الأجواء. برج الحوت، القمر ببيتك الأول يا حوت، وأخيرا بعد أيام صعبة شعور بارتياح واختلاف الأجواء للأحسن، جاذبيتك ومعنوياتك مرتفعة للأحسن ليحالفك الحظ، وحظ سعيد لجميع الأبراج. لا يعلم الغيب إلا الله. والله أعلى وأعلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.